نور نور، حذري مين شفت اليوم؟ مين؟ أبوك. ولي ليش رجع من السفر؟ ليش ما جبتيه معي؟ كيف بدي جيبه يعني؟ أنا شفته هو ما شافني، ناديت له ما سمعني، طلع صوتي مبحوح. يعني شو؟ يعني ضاع مرة تانية. طيب ليش هو ما بيجي بيسأل عنا هون؟ لأنه ما بيعرف ويننا، لو بيعرف كان إجا. أصلاً أنت ما بيعرف إنك خلقتي بغيبته. طيب بابا ما عنده أهل نسأل عليه عندهم؟ ستك وجدك من زمان كتير توفوا، من قبل حتى ما تخلقي. أكيد بيكون عند عمتك. هلأ بنتغدى وبروح بشوفه هنيك. عمتي؟ ليش ما بعرف عمتي؟ ولك عين تجي لهون؟ ما بكفي اللي عملتيه بأخي؟ انتي ما لازم يسموكي شام، لازم يسموكي شئم. أمي؟ أمي وين رحنا؟ بلالك هالمعرفة. مثل ما بدك. بابا كان حلو؟ كتير. وقوي؟ كتير قوي. كان أحلى إنسان بالعالم، وأشجع إنسان بالعالم، وأجمل وأشرف إنسان بالعالم. بجوز بطل هيك وصار غير هيك. بجوز بطل يحبنا مثلا. لا تقولي يحبنا، أنت أصلا ما بيعرف إنك خلقتي لحتى يحبك أو ما يحبك. وأنا مستحيل يبطل يحبني، بعرف أنا. عادي. اسمعي اسمعي هالقصيدة اللي قال لي اياها ابوك بزمان، بس لتعرفي قديش كان بيحبني. كنا بالبرية، كان قاعد متركي راسي على ركبته.